يكون بوشي تقدم في المقام الأول. مواليا قدم خطاب أيوب تفضل. التربة الموالية مقدم موسى ربيعة تفضل. مقدم النبي توفيق تفضل. الصعوبة الموالية مقدم عبد الكريم محروس تفضل. مواليا نقدم عكاشة يوسف تفضل.
الصوره رقم 8 مقدم عبد الله الحدوي تفضل. الصعوبة الموالية قدم سيكاس رشيد تفضل. الصعوبة الموالية مقدم عبيد محمد تفضل. الصعوبة الموالية مقدم طارق ياسين تفضل. الصعوبة رقم 12 مقدم الحارث عبد الله تفضل. الصعوبة رقم 13 مقدم ميلوديز ريزا تفضل.
ضربت جمعية النهضة الفرنسية التقليدية الحداوي الكمبوشي حصل على 17. صبت جمعية فرسان زناتة للتنمية والتضامن من المقدم أسامة العسري حصل على 16. صبت خطاب أيوب حصل على 12. صبت موسى ربيعة حصل على 14 ونصف. صبت جمعية سيدي موسى بن علي للتبوريضة وتربية الخيول لنكاية توفيق حصلت على 12 ونصف. صبت عبد الكريم حروس حصلت على 11. صبت يوسف عكاشة حصلت على 11 ونصف. صربات عبد الله الحديوي حصلت على 13. صربات سيكاس راشيد حصلت على 15 ونصف. صربات عبد محمد حصلت على 12. صربات طارق ياسين حصلت على 11 ونصف. صربات الحارس عبد الله حصلت على 15. صربات الميلودي زريزا حصلت على 13 ونصف. سنمر الآن إلى سلسلة الطلقات الثانية وحد وفاء الإيجابي. إذن تنتظر من المقدم الحداوي الكمبوشي تقدم الطلقة الثانية. صرب الموالية مقدم العسري أسامة تفضل. رقم 3 مقدم خطاب أيوب تفضل. ضربة رقم 4 مقدم موسى ربيعة تفضل. صربة رقم 5 مقدم نجاية توفيق تفضل. ضربة رقم 6 مقدم العبد الكريم المحروس تفضل.
مواليا قدم عكاشة يوسف تفضل. مقدم عبد الله الحديوي تفضل. الصوب الموالية نقدم سيكاس رشيد تفضل. عشرة نقدم عبيدة محمد تفضل. الصوب الموالية نقدم طارق ياسين تفضل. الصوب الموالية نقدم الحارث عبد الله تفضل.
الصربه المواليه نقدم ميلودي زريزه. تفضل. إليكم نتائج الطلقة الثانية. صابت جمعية النهضة للفروسية التقليدية للحداوي كلبوشي حصلت على 14 نقطة. صربت جمعية فرسان سناتة للتنمية والتضامن لأسامة العسري حصلت على 18 نقطة. صربت الخطاب أيوب حصلت على 12 نقطة. صربت موسى ربيعة حصلت على 12 نقطة ونصف. صربت جمعية سيدي موسى بن علي للتبوريضة وتربية الخيول لندكاي توفيق حصلت على 11 نقطة ونصف. صربت عبد الكريم محروس حصلت على 13 نقطة. صربت يوسف عكاشة حصلت على 17 نقطة ونصف. صربت الحديوي عبد الله حصلت على 15 نقطة. صربت رشيد سيكاس حصلت على 18 نقطة ونصف. صربت عابد محمد حصلت على 12 نقطة ونصف. صربت طارق ياسي حصلت على 17 نقطة ونصف. صربت الحارث عبد الله حصلت على 18 نقطة ونصف. صربت الميلودي فريزا حصلت على 13 نقطة. سنمر الآن إلى آخر سلسلة من الطلقات. حظ موفق للجميع. إذا نمروا لسلسلة الطلقة الثالثة والأخيرة. تطلب مقدم الحداوي الكلبوشي يتقدم الطلقة الثالثة. صربة موالية مقدم أسامة العسري. تفضل. موالية مقدم الخطاب أيوب. تفضل. الصربه رقم 4 مقدم موسى ربيعة. تفضل.
نقدم النقاي التوفيق، تفضل. نقدم عبد الكريم محروس، تفضل. السربان موالية، نقدم عكاشة يوسف، تفضل. الصربة رقم 8، مقدم عبد الله الحديوي، تفضل. رقم 9، مقدم سيكاس رشيد، تفضل. الصربة رقم 10، نقدم عبيد محمد، تفضل. الموالية، المقدمة طارق ياسين، تفضل.
رقم 12 مقدم الحارث عبد الله، تفضل. ضربة رقم 13 مقدم الميلودي زريزة، تفضل. إليكم النتائج النهائية بالنسبة للطلقة الثالثة، حصلت صرفة جمعية نهضة الفروسية التقليدية للحداوي الكنبوشي على 18 النقطة، حصلت صرفة جمعية فرسان زناتة للتنمية والتضامن لأسامة العسري على 18 نقطة، حصلت صرفة الخطاب أيوب على 9 نقطة 9 نقاط ونصف، حصلت صربات موسى ربيعة على 13 نقطة ونصف، حصلت صربات جمعية سيدي موسى بن علي لتبويضة وتربية الخيول على 10 نقاط ونصف، حصلت صربات عبد الكريم الحروز على 12 نقطة، حصلت صربات عكاشة يوسف على 10 نقاط، حصلت صربات عبد الله الحديوي على 17 نقطة، حصلت صربات السيكاس رشيد على 13 نقطة ونصف، حصلت صربات عابد محمد على 13 نقطة، حصلت صربات طارق ياسين على 17 نقطة، صربات الحارث عبد الله حصلت على 15 نقطة ونصف، وأخيرا صربات الميلودي زريزة حصلت على 12 نقطة ونصف. شكرا. شكرا.